الحديث مشاهدينا عن الأوضاع في السجون الحكومية وأحكام الأعدام التي صدرت مؤخرا. معنا من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق سيد علي القيسي، مرحبا بكم. أهلا وسهلا، بارك الله بكم وحياكم. إذا ماذا تعني أحكام الأعدام الأخيرة من حيث التوقيت؟ يعني هناك 13 معتقل يواجهون هذا المصير في العراق مجددا. هذه كلما أتت حكومة منذ العام 2003 حتى الآن تتخذ من هذا العمل الثأري والانتقامي، وهو لا يعني لا يوصف بعملية إعدام، بل يعتبر عملية قتل خارج نطاق القانون، لأن هؤلاء المعتقلين اعتقلوا بوشايات، والمنظمات الدولية سواء المحلية والدولية أجمعت على أن كل الاعترافات التي تنتزع من هؤلاء المعتقلين تنتزع تحت التعذيب. فهذه عملية يراد منها يعني حركة استعراضية وحركة انتقامية وثأرية حتى تثبت هذه الحكومة بأنها سائرة على طريق يعني الطائفي والمنهج الانتقامي والثأري اللي يخاطبون به يدعمون به يعني غرائز الحاقدين ويحاولون به بنفس الوقت. يعني أنا أعتبرها إهانة لمن يدعي تمثيل هؤلاء. نحن نعلم أن كل الذين محكومين بالإعدام تقريبا هم من مكون معين ومن مناطق معينة، من ولها هناك من يدعي أنهم يمثلونها. أنا فقط أسأل هؤلاء حسب معلومات موثوقة أن هناك ملفات لهؤلاء المعتقلين لا توجد فيها إلا ورقة واحدة، اسم وتهمة ومصدر يعني مخبر سري فقط، لا يوجد فيها لا أدلة ولا براهين ولا وثائق. مجرد أن هؤلاء اعتقلوا من مناطق معينة يراد قتلهم وتصفيتهم خلال هذه الفترة حتى تبرهن هذه الحكومة بأنها يعني سائر على منهج القتل والعنف الطائفي اللي انتهج منذ عام 2003 حتى اليوم. لماذا لم يحصل تغيير حتى الآن في هذا المفهوم؟ يعني هناك مطالبات عديدة بالعفو العام، التي هذه المطالبات تريد طبعا إنهاء الظلم الواقع على هذه الفئة كما تفضلت وفق هذه المادة الجائرة الرابعة إرهاب. لماذا يعني إلى أي مدى يعكس عدم رغبة السلطات بإحداث أي تغيير هذه المحاكمات بالإعدام؟ السلطات كلها متورطة في هذا العمليات القتل والإعدام، لأنها ابتداء من مخبرين سريين إلى جهاز التي نفذت عمليات الاعتقال إلى التي سوف تنفذ عملية الاغتيال أو القتل الآن تحت مسمى أعدام. كلها متورطة، يعني لا تستطيع أن تفعل شيء لأنها هي متورطة في هذه الجرائم. بالإضافة إلى ذلك هناك انهيار تام في منظومة القضاء في العراق، منظومة القضاء والمنظومات التحقيقية هذه يعني والعدلية كلها تعاني من انهيار تام. و يعني شاهدنا نحن هادي العامري رئيس منظمة بدر في يعني في تصريح رسمي ومتلفز أمام العالم قال نحن نهدد القضاة والقاضي الذي لا يستجيب لنا نقتله ونهدده. فإذا هناك انهيار تام في منظومة القضاء. فضلا عن هذه الأحكام الصادرة، هناك ما يسمى الموت البطيء داخل السجون نتيجة يعني إهمال طبي متعمد وما إلى ذلك، هذا فضلا عن انتهاكات تمارس ضد النساء في السجون الحكومية، كيف تفسرون ما يحصل؟ هو ليس موت بطيء، هو قتل عن طريق التعذيب وحرمان من الدواء والطعام وحتى المياه الصالحة للشرب الآدمي. قد لا يعلم الكثير أن عدد من ماتوا أو استشهدوا في هذه السجون خلال هذا العام وصل إلى أكثر من 230 شخص. 230 شخص ماتوا بعملية القتل هذا الممنهج الذي يراد منه تصفية هؤلاء الناس عن طريق حرمانهم من الدواء والماء والطعام وكل أو أبسط متطلبات اللي يحتاجها الإنسان. أما ما يخص عملية
الاعتداء على النساء والمعتقلات، فأعتقد هذه وصمة عار في جبين كل من يدعي بأنه متصدر أو بارز في المشهد السياسي العراقي. هذه وصمة عار حين تؤخذ معتقلات من سجن إلى مزارع وإلى ملاهي وإلى مقرات حكومية وناس متنفذين وتنتهك أعراضنا بهذه الطريقة. فأعتقد أنه أولا من يقوم بهذا العمل يعني فاقد الرجولة والشرف والأخلاق. هذا يدل على ليست انهيار منظومة العدالة، هناك انهيار في منظومة القيم في العراق لدى هؤلاء الذين يتصدرون المشهد ويدعون بأنهم عراقيين. هؤلاء لا ينتمون للعراق، لا ينتمي للعراق من يقبل على شرف أو نفسه أن يأخذ معتقلة ويمارس معه الفاحشة. ولدينا معلومات كثيرة عن معتقلات حملنا سفاحا في السجون. طيب الآن أستاذ علي، مع تعتيم الحكومة على ملف المغيبين قسرا، ومع وجود تأكيدات بأن قسما كبيرا من هؤلاء المغيبين موجودون داخل هذه السجون، يعني إلى أي مدى يحتاج العراق الآن إلى تدخل منظمات أممية بعد فقدان الأمل بهذه اللجان الحقوقية المتفرعة من الحكومة؟ لا شك أن العراق الآن أمام يعني كارثة حقيقية حين يعلن يعني بدم بارد وفي برنامج حواري، يعني لم يكن الأمر في مؤتمر أو في نتيجة تحقيقات، في برنامج حواري شخص يخرج علينا مسؤول يقول أن هؤلاء ماتوا. يعني نحن لا نتحدث فقط عن منطقة الصقلاوية ومنطقة المناطق المحيطة بالفلوجة واللي عددهم يفوق 8000، نحن نتحدث عن أكثر من 50000 فقدوا في هذه المناطق، في مناطق الأنبار وصلاح الدين والموصل وما بينها من هذه المناطق. هذه كارثة، نحن أمام كارثة تتطلب التدخل جهات دولية ولجنة تحقيق دولية لتحقق في هذا الملف، لأنه هذا ملف كارثي. نعم، من برلين علي القيسي، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق، شكرا جزيلا لكم سالي.